لو انت دخلت كلية نظري فاطمن يا معلم انت هتتفحت، اما بقى لو دخلت كلية عملي فاطمن بقى انت كده هتتفحت برضه، اما بقى لو دخلت كلية من نوعية اللي نصها عمل ونصها نظري فحب كده اطمنك ان انت هتتفحت بس مضروبة في اتنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو دي أول سنة ليك في الجامعة يبقى اتفرج على الفيديو ده، لكن خلونا في البداية نعمل اشتراك في القناة ونفعل زر الجرس علشان يوصلنا إشعار بكل فيديو جديد ينزل على القناة. في البداية كده لازم تكون عارف إن اللي فات حمادة واللي جاي ده حمادة تاني خالص. فلو أنت كنت بتسمع كلام من نوعية اتعب في الثانوية عشان ترتاح في الكلية أحب أقولك أنت اتضحك عليك يا معلم. قصص خرافية. اوعاك تكون فاكر ان انت لما هتدخل الكلية فتيجي واحدة بتبص في تليفونها فتخبط فيك، فتقع الكتب اللي معاها فتنزلوا في الارض تلموا الكتب، فتبصوا كده لبعض بصات عجيبة وغريبة فتحصل قصة الحب. انسى يا معلم، الكلام ده مش موجود غير في الافلام بس. ولو الكلام ده حصل وده احتمال 0%، اوعاك تحب واحدة في الدفعة بتاعتك او حتى في الجامعة كلها. ليه؟ لان بطة مش ليك يا مرزوق. هتسألني برضو ليه؟ لانك انت لو حبيت واحدة طبعا لازم تروح تقابل ابوها، فانت بتحط نفسك في مواقف انت مش قدها، لان انت بعد ما تخلص الجامعة هيبقى وراك فحت تاني خالص، جيش وشغل وسفر وليلة كبيرة قوي سعادتك. بس اطمن يا معلم، انت ممكن تاخد بنت واحدة كانت معاك في الجامعة، وانا بقولك ممكن مش اكيد. موسم التزاوج. هتقول لي يا عم موسم التزاوج ده احنا مش بنتكلم في الجامعة؟ ما هو ده اساسا في الجامعة وتحديدا في اول يوم في الدراسة. هتلاقي البنات داخلة حاطة تقريبا 3 كيلو 3 كيلو ونص مكياج يعني، وفي بنات لسه لابسة النضارة بتاعت سلمى ومستنية تقابل عمر. وفي الناحية التانية هتلاقي الولاد عاملين قصات شعر غريبة وعجيبة ولابسين لبس غريب كأنهم في مهرجان البرازيل. هتلاقي في اليوم ده كمية هرمونات من الشباب والبنات، كله عايز يشقط ويتشقط بشكل غريب ما تعرفش ايه السبب بالظبط. فنصيحة مني بلاش تروح اول يوم جامعة. دلوقتي انت سمعت الكلام وما روحتش اول يوم جامعة وكبرت دماغك، تمام قوي. نيجي لحاجة تانية، انت وداخل الجامعة هتلاقي كده على ايدك الشمال واحد بيبصلك بصات ثاقبة، ده الامن يا معلم، اول ما تشوفه تروح تاخده بالحضن. يعني ايه الاخبار يا باشا؟ والله انا مش عارف الجامعه من غيركم كان هيكون حالها ازاي. يعني في الوقت ده استحضر احمد موسى اللي جواك. اه صح، ما تنساش لو كوبايه شاي حلوه كده من الكافيتيريا للامن والامان كله، ولو قدرت تعزمه عزمه يا معلم. الاستفاده هتيجي امتى؟ انت وداخل من البوابه. انت وداخل من بوابه الجامعه يا معلم وهو راح يرمي عليك السلام وكمان ما يسالكش عن الكارنيه، وتبص كده ببصه فخر لكل الطلبه اللي مستني دوره عشان يوري الكارنيه واللي نسي الكارنيه وروح بيتهم. هتحس كده ان انت لواء حكم دار العاصمة كده. قشطة يا معلم، احنا وصلنا لمرحلة المدرج، هيدخل الدكتور وهنا لازم نعمل الحاجات دي. الوقت ده استحضر احمد موسى اللي جواك. اي حاجة يقولها الدكتور هتقول ايه الحلاوة دي، ايه الكلام اللي زي المسك ده يا دكتور. حتى انت لو مش عارف هو بيقول ايه هتبتسم ابتسامة بلهاء كده وتهز بدماغك كان ايوه يا دكتور انا معاك على الخط. وكده يا معلم مبروك عليك نص النجاح. نيجي للنص التاني بتاع النجاح. انت في المدرج تبص كده حواليك هتلاقي طالب لابس نظاره مدوره وقاعد من قدام زي ايام ابتدائي بالظبط، ومش بيفوت ولا محاضره وبيكتب كل حاجه بيقولها الدكتور وممكن كمان يسجله. هو ده الدحيح. لا مش ده، الدحيح بتاع الدفعه اقصد. الدحيح بتاع الدفعه ده لازم تظبطه زي ما ظبطت بتاع الامن واكتر كمان. اعزمه في الكافيتيريا، شربه، اكله، بص ظبطه من الاخر، ما تخلوش محتاج حاجه منك. ليه يا معلم؟ لانه هيظبطك في المذكرات، هيظبطك في بحث، هيظبطك في كلام قاله الدكتور وانت مش قاعد، او انت قاعد بس مش سامع، او سامع بس مش فاهم، يعني هيظبطك. وبكده يا معلم اكون اديتك خبره سنين في دقائق. اديني بقى انت الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد ينزل على القناه. بس كده جمعيه ودايره يابا. ايه انت هتقفل ولا ايه؟ استنى، في كام معلومه لازم تعرفها. الاستاذ اسمه دكتور، والابله او الاستاذه اسمها دكتوره، والحصه اسمها محاضرة، وبس كده. السلام عليكم.